لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اموركم عاليه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. فيديو جديد معكم اليوم، نهار جديد، روتين جديد. اي حاجه دارتها في هذا الفيديو اكيد غادي نشاركها معكم. كيف ما كتشوفوا دابا الصباح مهم، فقت فطرت الحمد لله والشكر لله، جمعت الضا واحد الجمعه خفيفه وغادي ندخل الكوزينه، باقي ليا معناش ديال الفطور، وغادي نصاوب واحد الغديوة خفيفة ظريفة. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم الغدا، انا عادي غدا انا بسيط ما شي حاجة. المهم قلت غير نبارطاجي معكم هاد لا فيديو اليوم، ما نغباش عليكم ليش كنغبر عليكم صراحة بزاف، ما بقيتش نحط فيديوهات بزاف، ايوا مع الوقت وصافي هادشي اللي كاين. المهم خليكم معايا اللي درت فهاد لا فيديو اكيد غادي نشارك معكم، ما تنساونيش من اللايكات اللي عجبو الفيديو. يلا نبداو لا فيديو ديالنا على بركة الله. المهم نغسل هاد المعينات ندوزهم وعاد ندوزو نشوفو الغديوة. هنايا كيف ما كتشوفوا نقات الخضار اللي غادي ندير في الغداء. المهم هنايا عندي الدنجال غادي نبخو غير في بايموكس كاس كيف ما كتشوفوا، هاد المطيشه وهاد البصله غادي ندير واحد البلا ديال الفخيضات، ها هما جبتهم صافي. هنايا البطاطا حتى هي غادي نبخاها عندها سلطه، وهاد الخيار غادي نحكو مع شويه ديال الزعتر. وهنايا كيف ما كتشوفوا سلقت الرز، هو الاول باش فقت دار شويه تسلق صافي. غادي ندوز دابا نشامل هاد الفخيضات، ندير لهم الشاميله ديالتهم ونخليهم يتعقدوا شويه ونكمل معاكم. المهم عندي هنا شويه الملحه، شويه الخرقوم بلدي، نحيدهم حتى ندير الشامولة وعاد ندير شويه التحميره، شويه ديال الابزار، عندي هنايا واحد الضوامه ديال الثوم، ولا عندكم بودره الثوم ديروها صافي. نفات الشد بطاط الشطون باش كون قاصحه مبقاش مكتفاش. صافي ندير واحد شويه لاموطاد، لاموطاد عارفين كيف تي هكدا الدجاج كيجي زوين. ندير واحد شويه صويص زيت الصوجا، هنا غادي نقطع واحد شويه طابع غادي نزيدو حتى هو على الشاموله. صافا قطعت انايا درتها مطيشه وحده، اصلا ما كنتش باغا ندير في هذا البلا مطيشه، لا درتها وحده. صافا غادي نقطع حتى البصله غنديناش كان يد شارجي التليفون.
صافي الشامولا كيف ما كتشوفوا دات فيها زعون ملح والخاقم بلدي ودوامة ديال الثوم، شوية قزبة معدنوس، شوية لاموطات، شوية زيت الصوجة، نزيد عليه واحد شوية الماء، واحد القطعة الماء وناقد في هادوك الخلاط. هنايا ندير المطيشه حتى هي وندير البصيله باش حتى يدخل مع الشامولي، وغادي نخليهم شويه يدخل معاهم هاد لا مارينات كيف ما كتشوفوا، وعاد غادي ندير في البلا. صافي البنات هنايا غادي ندير زيت صفا القدا اللي غادي بغيتو لا سلطه، والشي الاخر نخليه يتجات تيبغي مع الحليب حيت الجات ما كياكلش هادشي بطبيعه الحال. نخليه هنايا في كاسونه تنزيد عليه شويه الحليب. غادي ندير المدان ديال الصفا، غنديرو مع الطن و المايس، هنايا غادي ندير البلا. وما نفاش بسالة ندير الفخذات وهاد الطاسه اللي بقات غادي نشامل فيها هذاك الباذنجان باش ندير الفوق، وما غادي ندوز هادشي اللي بقى نزيد عليه شويه الملح وشويه الكبزه. صافا عاد غادي يعني يتبخى عاد غادي ندير ليه الشامولا كيجي زوين في الشامولا. نخلي هاد البنيسه هنا فاش ندير البطاطا. الخضام بخا كتجي زوان احسن من السلوقه كتشقى في هذيك الطاوة ديالها والفيتامين. ندير شويه ديال الملحه وفي البطاطا صافي وندير الطبخه.
هانتوما البنات هذا طلبها ما فيها شويه الماء وغادي ندكسي كيس وغادي نغطيها تفوا على خطه. صافي البنات هنايا غادي نحك هذا الخيار نعم اولادي صافي دير صافي البنات هنايا من بعد ما حكيت الخيار غادي نزيد عليه واحد شويه ديال السكر سنيده انا بغيتو حلو بغيتو ديه عليه هكدا الخل يجي محمد تيجي زوين صافي نحكي عليه واحد شويه الزيت ندير شويه يبان في الثلاجه ندخلو الثلاجه يبات. هنايا البنات غادي نصاوب صالاد ديال الرز المهم غادي نحيد عليا كلشي الغدا دابا فانا شاعله باش يسخن ندخل ليه الطاوه حيت باغا نخرج جديده بواحد شويه المهم نحيد عليا كلشي ويطيب ونطفي عليه وغادي نخرج ندير شويه ديال الزيت شويه الملحه وما دير غديرتنا عاديه ما فيها لا تعقيدات لا والو كنشاركها معكم انا كتعجبني هكدا صلاد ح عندي واحد علبه الطون. صافي البنات دابا دخلت الطاوله الفران كيف ما كتشوفوا المهم لا صلاد ديالي درت رز شويه زيت شويه الخل شويه الملحه شويه البزار شويه ديال المايس شويه ديال القزبه معدنوس واحد العلبه ديال الطون غنزيد شويه لا مايونيز وغادي نزيد شويه الخل صافي كتجي صراحه بنينه ولذيذه وغادي نديرها هي تبات اصلا بدا كيدفى شويه الحال بان ليا هاد الايه يعني صلاد عاديه غادي ندخلها الثلاجه تبات صافي البنات هنا كيف ما كتشوفوا الخضره ها هي كتبخى صافي غادي نغطي عليها وغادي نخليها تبخى على خطاها ونحيد عليها هاد المعنات قبل ما تعمل ليها عاوتاني الكوزينه صافي هنايا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما طيبت الغداء هكذا خليته كيطيب دخلت نطوي واحد الحويجات كانوا عندي ديال هكذا ديال الصبان صافي كل حاجه عديتها لبلاصتها المهم نحيتها التحيد ايوا صافي هذا الشيء اللي كاين ونكمل معكم لا فيديو هنايا جيت نقلب هذيك الخضره واش بدات كطيب صافي لقيتها بدا كيدخل مع الطياب المهم الدنجال طاب البطاطا حتى هي صافي طابت غادي نطفي عليهم وغادي نقلب اللاطه حتى هي في الفران حتى هي لقيتها صافي شويه وغادي نطفي الفران صافي حتى هي بدات كطيب ايوا هذا الشيء اللي كاين خليكم معايا صافي البنات هنايا كيف ما كتشوفوا تبخى ليا هذا الدنجال والبطاطا صافي طفات عليهم باقيين سخونين دابا بالضبابة هنايا درت شويه ديال الشاموله اللي غادي نشامل فيها الدنجال كيعجبني هكدا مشامل كيجي زوين درت المهم شويه الملحه شويه البزار شويه الحامض عصاتو شويه التحميره شويه القزبه معدنوس واحد جوج فصوص ديال الثوم حكيتهم صافي هادشي اللي كاين غادي نزيد واحد شويه الماء صافي غادي نشامل فيه هذاك الدنجال
وهنايا البطاطا فيها شويه الملحه، غنزيد عليها واحد شويه الابزار وشويه المايونيز حيت الملحه سلقتها معاها. غادي نحطها في هذوك البلاط، نحيدها هي الاولى. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا، المهم كنحط هكذا لا سلطه في الطبسلات، حطيت شويه ديال البطاطا شويه ديال الارز، الدنجله كتب الشاموله، صدقوني جا صراحه بنين ولذيذ. ديك الشاموله كتجي كتعطي واحد المذاق زوون، وحتى الكوجات كنديرها نفس الطريقه حتى هي، ها هما خصهم يبادوا شويه باش كيجيو زوينين وبنان. صافي كندقس لا سلطه هكذا في الطبسلات وغادي نمشيو نتغداو. صافا البنات هذه هي الغديوه ديالنا كيف ما كتشوفوا، هذه هي البلا لي شات معكم ديال الفخيضات بالبصله ومطيشه اللي درتهم في الفران ولا سلاد ودنجله كذا مشامل كتجي على هذا الشكل. صافي هنايا الخيار اللي توا شاركت معكم، المهم الطوبله ديالنا كتجي بحال هكذا متنوعه. ودابا غادي نقصو نتغداو حتى نتوما بالصحه وراحه غداكم. يلا خليتكم في امان الله. من بعد ما تغدينا الحمد لله والشكر لله، صافي جمعت هكدا المعينات وخرجنا مشينا ضربنا واحد الدواء، وديت جات شويه يبدل تا هو لا روتين ويبدل الجو ديال الدار. ديت هنايا لواحد الألعاب هنايا حداده، المهم لعب شويه وصافي مشينا دانا واحد كود تخفيف. إيوا هادشي اللي كاين وجينا الدار. هنايا البنات وصلت معكم نهاية ديال الفيديو، نتمنى الفيديو ديالي ما يعجبكم، ولا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات. مع فيديو جديد ان شاء الله، خليتكم في امان الله، باي باي.